منير من قناة دبي الرياضية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار ونبدأها بأبرز العناوين. شركة يونايتد القابضة طلع فريق سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم لسباق الخيل. أهلا بكم. فازت شركة يونايتد القابضة بامتياز رعاية فريق سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم لسباق الخيل. يأتي الإعلان عن الرعاية قبل انطلاقة الموسم الجديد لسباقات الخيل بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكد سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لسباقات الخيل جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة صرحا رياضيا عالميا وزاد في شعبية هذه الرياضة وثراء سباقاتها داخل الدولة. جاء ذلك خلال الإعلان عن رعاية شركة يونايتد القابضة لفريق سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم لسباق الخيل عشية انطلاق الموسم الجديد. حضر الإعلان عن الرعاية السيد عباس كياني الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد القابضة وعدد من المسؤولين بفريق زعبيل انترناشنال. احنا ماخذين البطولات آخر 5-6 سنوات فريقنا نحن الحمد لله أنا والمدرب الستيش فعلشان شي في شركات وايد وحاولوا يحصلون السبونسر احنا اول شيء يعني اخترنا يونايتد هولدينجز لانهم شركه معروفه وشركه بتسمعون عنها كل خير في المستقبل وانا واثق من ان احنا بنسوي لهم نتيجه ان شاء الله السنه مفاجاه كبرى ان شاء الله في الكرنفال وفي يوم كاس العالم. سمو الشيخ راشد بن محمد شدد في حديثه للإعلاميين على حرص سموه على المساهمة في إنجاح الموسم الجديد لسباقات الخيل الذي ينطلق مساء الخميس في المضمار العالمي بند الشبا، مضيفا أن جهودا بذلت خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز المهور بشكل مثالي حتى تتألق وتعزز نجاحات فريق زعبيل انترناشنال. وفي معرض حديثه عن الموسم الجديد لسباقات الخيل جدد سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم ثقته في الفريق الساهر على تجهيز المهور مؤكدا أن الجميع يعملون بروح الفريق الواحد وأنهم يمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال. سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم أبدأ ارتياحه للنجاحات التي حققها الفريق في السنوات الخمس الأخيرة مؤكدا أن ذلك كان وراء تهاتف عدد من كبرى الشركات من أجل الفوز بعقد الرعاية والذي كان في نهاية الأمر من نصيب يونايتد القابضة صاحبة العرض الأفضل. طبعا يسعدنا ويشرفنا أن نكون رعاة رسميين لفريق سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم الموسم 2007-2008. الرعاية هذه تأتي من ضمن استراتيجية الشركة لدعم الشباب والرياضة في الدولة. طبعا نحن كلنا عارفين من اهتمام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي لسباقات الخيل في الدولة، وطبعا اهتمام سموه لدمو السباقات هذه في الدولة محليا وعالميا. أول شيء أشكر سمو الشيخ راشد محمد بن راشد على الثقة هاي، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية وإن شاء الله نتطور إن شاء الله، وإن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله نثبت لنا نحن قد المسؤولية إن شاء الله. في هذا السياق نوه سمو الشيخ راشد بن محمد بدعم الشركات لسباقات الخيل مضيفا أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز هذه الرياضة ويزيد في جماهيريتها خاصة لدى الشباب، وهو أحد أهم الأهداف التي رسمها فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حتى يبقى تراثنا حيا تتوارثه الأجيال المتعاقبة وحتى يزداد التعلق برياضات الخيل النبيلة.